السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلحاقا بكلامنا اللي كنا قلناه قبل كده عن مساعي المملكة العربية السعودية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا مفاجآت السعودية لوقف الحرب في أوكرانيا عن طريق قمة هتعقد في جدة إن شاء الله في خلال شهر أغسطس الحالي. فهيكون ده موضوع حلقتنا مع حضراتكم، لكن فضلا من حضراتكم يا إخواننا القناة عليها بلاغات، وأنا دايما بأكد في موضوع دعم القناة ده بسبب هذه البلاغات واللي بتقلل بشكل مباشر وصول الحلقات لحضراتكم، فجزاكم الله خيرا على دعم القناة وعلى نشر الحلقات في مختلف المواقع. يلا نشوف حلقتنا فيها ايه. خلال الشهور اللي فاتت او حتى نقدر نقول اخر سنتين بس، المملكة العربية السعودية بتلعب دور كبير جدا جدا في ارساء السلام، مش بس في منطقة الشرق الاوسط لوحدها لكن كمان في العالم كله. العالم اللي شبع من الحروب والخلافات وعدم الاستقرار وانعدام الأمن بكل مستوياته، سواء الأمن على الأرواح والأبدان أو حتى الأمن الغذائي اللي تسببت الحروب في فقدانه نتيجة انشغال العالم عن التنمية بالسلاح والنزاعات اللي يوميا بيروح ضحيتها آلاف البشر علشان كلام فاضي وخلافات سياسية هنا وهناك ومصالح متضادة تخلي الساسة يلجأوا لاستخدام السلاح. السعودية بدأت بنفسها وقالت كفاية بقى نزاعات مسلحة، عايزين نشوف مصالحنا ونلتفت بقى للتنمية، التنمية وبس، كفاية نزاعات وحروب على المنطقة. ودخلت السعودية بالفعل في مفاوضات سلام مع محيطها المشتعل بالحروب والنزاعات السياسية والمسلحة، ومنها الحرب في اليمن اللي المملكة بتقود فيها التحالف العربي بقالها 10 سنوات أو 9 سنوات وشوية. خلال العام الأخير بدأت المملكة العربية السعودية خطوات واسعة نحو إطفاء هذه الحرب المشتعلة في الجنوب العربي من خلال مشاركتها في مفاوضات السلام الأممية اللي بتستضيفها سلطنة عمان، وبالفعل بدأت بوادر حصاد المفاوضات تاخد طريق الجدية، رغم إن ممكن يبقى بطيء شوية لكنها في النهاية خطوات بدأت بالفعل، واللي لا يدرك كله لا يترك كله. يعني يكفي ان في استجابة وان كانت محدودة لكنها في النهاية ادت لانخفاض حدة النزاع وانخفاض العمليات العسكرية هناك او استخدام السلاح، سواء من جانب الحوثيين اللي كانوا يوميا بيطلقوا صواريخهم ومسيراتهم على جنوب المملكة، واللي حتى يمكن وصلت لاستهداف مناطق حيوية ملهاش حل في الداخل السعودي زي مثلا استهداف مصافي النفط بالمسيرات، بل وتهديد المدينة النبوية ومكة المكرمة نفسها بالمسيرات. كذلك بدأت السعودية تخفض عملياتها في اليمن وتستضيف مشاورات سياسية مختلفة لإرساء الأمن والسلام هناك، بجانب مشاركتها في مفاوضات سلطنة عمان واللي بتهدف لإعادة الأمن والسلام في اليمن بخطتين، إحداهما خطة قصيرة المدى والأخرى خطة طويلة المدى، وكنا اتكلمنا قبل كده قبل كام شهر في هذا الموضوع. مش بس موضوع اليمن يا أخوانا هو اللي السعودية اشتغلت فيه، لكن كمان فيه ملف من أخطر وأقدم الملفات اللي بتشغل المنطقة وهي الخلافات مع إيران، ودي خلافات لها أكتر من بعد، يجي على رأسها طبعا البعد الديني، لأن المملكة العربية السعودية بتمثل رأس المذهب السني في العالم الإسلامي كله ومتمسكة به في قوانينها ودستورها، وشايفة إن مذهب أهل السنة والجماعة خط أحمر. فالدولة السعودية ما كانتش هتشوف النور ولا كانت هتقوم في الأساس من غير وجود هذا المذهب أو هذا المنهج اللي ترجع أصوله طبعا لعصر الصحابة والتابعين وتابعيهم واللي بيستقى من منهاج النبوة. أما بقى إيران الحالية فهي رأس المذهب الشيعي والمدافع عنه والمصدر ليه واللي بتدعو إليه في جميع أنحاء العالم، وطبعا إيران قايمة على أساس المذهب ده مش بس من أيام الثورة الإيرانية في نهاية السبعينات، لكن تاريخها الطويل منذ ظهور الشيعة كانت إيران هي اللي وراه أو هي الدعم ليه من بدايته. ومن الناحية دي فمفيش وجه أبدا أن يكون فيه تلاقي بين السعودية وإيران، لكن السعودية بدأت تتعامل مع الملف ده بحرص شديد لأنها مدركة أن إيران لا يمكن أنها تتخلى عن استغلال أي وجود ليها في أي دولة في المنطقة من غير ما تلعب على الوتر الطائفي ده أو الدعوة لمذهبها بكل الطرق. الملف الثاني وده الملف الأمني، ده طبعا ملف خطير، الملف الأمني والسياسي، وده ممكن يكون سهل شوية عن الملف اللي فات. وبالفعل المملكة العربية السعودية اشتغلت عليه كويس قوي، واتفتحت السفارة السعودية من تاني في طهران والسفارة الإيرانية اتفتحت في الرياض، وبدأت العلاقات الدبلوماسية تاخد منحنى تاني خالص بين البلدين.
الملف الثالث ده ملف التنمية، وزي ما قلنا إن السعودية حطت الملف ده على رأس أولوياتها، وبالتالي بدأت تعمل شغل كتير مع إيران من أجل صالح الشعبين. كمان بدأت المملكة العربية السعودية تتعامل مع سوريا اللي فيها مشاكل مع نظام بشار الأسد كتيرة جدا بقالها حوالي 10 سنوات. واستضافت السعودية بشار الأسد في المملكة العربية السعودية في القمة العربية اللي فاتت في الرياض، ده على المستوى الإقليمي أو على مستوى الشرق الأوسط. فهل السعودية ساكتة وما بتدورش على إرساء السلام في العالم؟ الكلام ده طبعا غير صحيح، ولا فيه مبالغات أو تنازلات زي ما ناس كتير بتدعي. طيب ما تيجوا كده نشوف إيه اللي حصل في الحرب، في اللي هي تعتبر الحرب الأشهر في العالم حاليا، وهي الحرب الروسية الأوكرانية طبعا، اللي تكاد تشعل حرب عالمية تالتة بسبب التجاذبات والتحالفات اللي بين الشرق والغرب، واللي بسببها طبعا واللي من نتائجها اهتزاز الاقتصاد العالمي كله، وموجة الخراب والكساد الاقتصادي أو موجة الغلاء اللي أصبحت بسبب الحرب دي. دول كتير ما فيش فرق بين دولة كبيرة ولا دولة صغيرة، كله يا أخوانا أصبح في مهب الريح. السعودية كان لها نداءات عديدة نحو إرساء السلام ووقف الحرب الروسية الأوكرانية خلال تواصلها الدائم مع أطراف النزاع من منطلق محايد. فالسعودية مش من مصلحتها الانحياز لأي طرف على الطرف الآخر، في النهاية هي عايزة توقف أي نوع من النزاعات المسلحة علشان خاطر الشعوب المطحونة. في الإطار ده السعودية بتستعد لاستضافة مباحثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية، بما في ذلك طبعا كل من الهند والبرازيل، وده اتكلمنا عنه في حلقة مخصوصة أول امبارح. القمة هتكون طبعا خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله في مؤتمر دولي موسع من أجل حقن الدماء في أوكرانيا ومنع توسع الحرب لمناطق أخرى في العالم بسبب تشابك المصالح بين الدول. الرئاسة الأوكرانية قدمت الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها لمبادرات السلام في أوكرانيا، وطلعت بيان مخصوص بس علشان كده أو لهذا السبب، وأكدت أن الاجتماع التشاوري اللي هينعقد في مدينة جدة السعودية هيحضره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اللي هيزور مدينة جدة للمرة الثانية بعد زيارته طبعا الأولى لإلقاء كلمته الشهيرة في القمة العربية اللي فاتت عن الوضع في أوكرانيا وتأثر بلاده بالحرب الدائرة هناك حاليا. المحادثات اللي هتستضيفها جدة يومي 5 و6 أغسطس الحالي هيشارك فيها 30 دولة لمحاولة وقف نزيف الدماء في أوكرانيا ووقف أثار الحرب على العالم اللي مش عارف هنروح منها فين، وربنا يستر. في كل الأحوال المملكة العربية السعودية حاليا بتضع على رأس أولوياتها إرساء السلام في ربوع العالم. بالنسبة بقى ان فيه هيصة كده معمولة اليومين دول على موضوع التطبيع والسلام مع اسرائيل بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وده برضو اتكلمنا عنه بالتفصيل في اكتر من حلقة، لكن خليني اقول لحضرتك حاجة، ان السعودية ممكن تفتح باب صغير للتعامل من خلال الباب ده مع الكيان المحتل، واعلنت ان ليها شروط في هذا الاطار. وطبعا القضية الفلسطينية معروف موقف المملكة منها، ولا جدال ولا مزايدة أبدا في هذا الموضوع، وإن كره بعض الكارهين أو إن طبعا بعض الأفاكين من جماعات الحمسوية أو الجماعات الفلسطينية وغيرها اللي بيفتروا على الرباعي العربي ككل مش على السعودية بس، ولا يمكن السعودية أنها تتنازل عن أي شيء في مطالباتها دي. وفي الوقت اللي هتقدر فيه المملكة فعلا التطبيع ده أو في الوقت اللي هتقرر، يعني خلينا نقول في الوقت اللي هتقرر فيه المملكة التطبيع، فموضوع التطبيع ده هيكون في العلن، لأن مفيش دولة من دول الرباعي العربي بتتعامل في السر، كله في العلن. ليه؟ لأن دي سياسات دول، وسياسات الدول خاصة دول الرباعي العربي معروفة للعالم كله، ومعروف تكاتف دول التحالف العربي مع بعضهم البعض. ونسأل الله أن يحفظ هذا الرباعي وأن يوفقه لما فيه الخير، وأن يحفظ بلادنا كلها من كل شر، وأن يوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.